مساء الخير ماجدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبارنا المحلية. البداية ستكون من ولاية بسكرة، حيث رفض مولو هذه الولاية استلام حصص الشعير بعد رفع الدعم عن الأعلاف والشعير وفق قانون المالية 2017، حيث بلغ سعر القنطار للشعير 2750 دينار جزائري بعد أن كان 1550 دينار جزائري، فيما طلب المولون بزيادة حصص الشعير. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا علي رحاب. صعوبة كبيرة أصبح يعيشها المولون في تربية الأغنام بولاية بسكرة التي تتوفر على نحو 1,200,000 رأس، وذلك بسبب الزيادة التي مست الأعلاف والشعير، وهو ما جعلهم يمتنعون عن استلام حصصهم الزهيدة والمقدرة ب 300 غرام للنعجة، وهي لا تكفي حسبهم لفترة قصيرة. هذا الواقع أصبح يهدد مهنتهم، خاصة وأن المنطقة تشكو الجفاف وغياب برامج تنموية لهذه الشعبة. احنا جينا طالبين شي زيادة، هذه ماناش قابلين. ولاية بسكرة 2015 عطاونا 20 كيلو، و2016 عام كامل عطاو 10 كيلو الناجة. فاجت هما الموالين اللي مشيو وقف اللي جاو على جال، اليوم جاو على جال الزيادة هذه ضرهم الخمس شهور هذو اللي ما داوش فيهم، وزادتهم زيادة معلم الخمس شهور ما داوش. التعاونية ترى أنها تطبق القوانين وتوفر ما أمكن لمساعدة المولين في عملهم. التعاونية تاعنا المهدر تاعنا مش التجارة، ما عندنا حتى علاقة لا مع البيع لا مع الشراء. حنا نلبيو في الطلبات تاع الموالين. الجديد هذه راهي حسب القانون المالية الجديد للدولة الجزائرية كان يتباع من 2550 دينار جزائري ولا ب 2750 دينار. ومن خلال هذا التضارب الذي أفرز سعرا تنافسي في السوق السوداء مقارنة بأسعار تعاونية الحبوب، ما يعني عدم جدوى وجود مؤسسات على هذه الشاكلة، ليبقى الموال حاضرا خلال أعياد الكبش والغائبة في برامج التنمية.